بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر وكل مشاهدينا ومتابعينا. انا معايا يمكن احد القامات الرياضيه وابن النادي الاهلي كابتننا الكبير الكابتن مختار مختار. بنرحب بيك يا كابتن مختار في البدايه وبنقول لك هارد لك النهارده، لكن كالعاده كل المباريات اللي بتخوضها فنيا بتكون مباريات جيده ومباريات تكتيكيا على اعلى مستوى. بتشوف النهارده الجيم ازاي يا كابتن مختار؟ بفضل الله. يمكن للاسف احنا برضو ابتدينا المباراه بشكل اقل بكثير جدا من مستوانا والطبيعي بتاعنا. يمكن دي النقطة اللي أنا حتى كلمت فيها لعيبتي، إن أنا لما أرجع زون ديفنس أكيد إن أنا لازم أقفل مساحاتي بشكل كويس قوي، ما عملناهاش كويس. يمكن لما غيرنا في الشكل شوية وابتدينا نضغط على النادي الأهلي في أي حتة في الملعب قللنا بشكل كبير جدا المساحات، حتى ما بقتش موجودة بشكل زي ما هي كانت موجودة، وكنا بنقطع الكورة أو بنتعامل مع الهجمه بتاعت النادي الاهلي في الثلث الاخراني بتاعه، وده كان ليها دول ايجابي بالنسبه لادائنا. يعني قلنا هنستمر على الكلام ده في تاني تايم، بس يمكن تاني تايم الجون اللي هو جه بدري دوت الخطا خطا اكيد ان هو كان خطا، يعني في عدم توفيق، يعني كان له تاثير كبير جدا على ادائنا اكيد، يعني ان هو خلى النادي الاهلي ازداد ثقه في نفسه وبرضه خلانا فيها تراجع شويه. انا شايف كمان ان الحكم القلال القاسي جدا جدا اللي هو حسبه علينا دوت قلال قاسي جدا، اثر بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله على اي حال اكيد ان احنا بنلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي في حاله كان كويسه جدا، واحنا يمكن مش في افضل حالاتنا، فالحمد لله ان النتيجه طلعت بالشكل ده. رغم الهزيمه لكن فريق الانتاج الحربي بالقياده الفنيه الكابتن مختار بيواصل انتصاراته ومتواجد في المربع الذهبي، واداء ونتيجه واداء رائع جدا. السر يرجع ليه؟ هل نقدر نقول للاصرار للعزيمه للجديه يا كابتن مختار؟ الهدف اكيد ان احنا يعني حاطين عندنا هدف وبنبتدي نشتغل عليه، اكيد دي حاجه يعني الواحد لما يكون عنده هدف وبيحاول يوصل له اكيد ان ديت بيبذل فيها كل شيء، والهدف هدف كبير ان انت توصل للمربع الذهبي في وسط يعني قوه شديده جدا جدا، اكيد ان ده حاجه هايله جدا، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق ليها ان شاء الله. شكرا. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي. عوده ليك.